أهلا بكم مشاهدينا إلى الجولة الرابعة، وهذه أبرز عناوينها. معارك كر وفر بين الميليشيات الشيعية وجبهة النصرة في محيط بلدة العيس والتلال المحيطة بها. قصف طيران حربي على بلدة شافونية. قوات النظام تقتحم نقاطا في بلدة بالا بالتزامن مع وصول مساعدات إلى مناطق في الغوطة الشرقية. قتلى وأسرى في صفوف الوحدات الكردية في كمائن لتنظيم الدولة بمحيط الشداد في ريف الحسكة. أهلا بكم. شنت جبهة النصرة بمساندة مقاتلين من جند الأقصى هجوما عنيفا على مواقع الميليشيات الشيعية في ريف حلب الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية عن سيطرة النصرة على تل السريتال شمالي قرية بانس، بينما لا تزال المعارك تدور حول تل المحروقات. وأضافت ذات المصادر أن عربة مفخخة ضربت تجمعات الميليشيات الشيعية في بلدة العيس الاستراتيجية وسط أنباء عن اقتحام النصرة للبلدة لعدة ساعات قبل أن ينسحب مقاتلوها منها على وقع الغارات العنيفة لطائرات العدوان الروسي. في ريف حلب الشمالي سيطر الجيش الحر على قرية التقلي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة، كما تدور الشبكات المماثلة على أطراف قريتي دوديان وغزل في محاولة من الجيش الحر التقدم إليهما، في الأثناء تدور الشبكات بين الثوار وقوات النظام من جهة حي الراشدين بحلب ترافقت مع قصف صاروخي من قبل الأخير، كما تتواصل الاشتباكات بين الجيش الحر والوحدات الكردية على أطراف حي الشيخ مقصود. معنا بهاء الحلبي ناشط إعلامي من حلب. بهاء أهلا بك. بداية، أين وصلت المعارك في ريف حلب الجنوبي، وهل تأكدت سيطرة النصرة على تل تسريتل شمال قرية بامس؟ نعم، أهلا بك سيدة راضية. معارك قوية وعنيفة جدا جرت البارحة بعد المغرب بين عناصر جبهة النصرة والميليشيات الشيعية في ريف حلب الجنوبي، وتحديدا كانت المعارك في أطراف بلدة العيس، واستطاع مقاتلو النصرة من السيطرة على تلة العيس الاستراتيجية وعلى أجزاء من قرية العيس، وبالإضافة أيضا للسيطرة على تلة السريتين المحازية لقرية العيس، وبالإضافة لعدة تلال محازية لتلك المنطقة. المعارك كانت عنيفة وقوية جدا، ومن شن الهجوم هم مقاتلو جبهة النصرة، طبعا بعد محاولات تقدم من قبل الميليشيات الشيعية نحو حرش خان طومان وأيضا نحو مناطق أخرى بالقرب من طريق الشام، فكانت هذه العملية ردا على تلك المحاولات. البارحة كان هناك تقدم لمقاتلو النصرة، ولكن اليوم انسحبوا من المناطق التي سيطروا عليها، والنظام والميليشيات الشيعية فرضوا سيطرتهم على قرية العيس بشكل كامل، وإضافة أيضا لتلة العيس الاستراتيجية وأيضا تلة السريتين. هذه المعارك توقفت اليوم عند الصباح، ولم يعد شيء لجبهة النصرة في تلك المنطقة، وسحبوا من جميع النقاط. أما في ريف حلب الشمالي والمعارك العنيفة التي تدور هناك بين ثوار وأيضا وميليشيا تنظيم داعش، حيث استطاع ثوار من بسط سيطرتهم على قرية دوديان استراتيجية. هذه البلدة هي تقع بالقرب من بلدة الراعي، وبالإضافة أيضا تقع بالقرب من بلدة صوران وبلدة احتيملات، وهي بوابة صوران واحتيملات، والثوار الآن كسروا خطوط الدفاع عن تلك البلدات، والمعارك مستمرة حتى الوصول إلى مناطق تنظيم داعش الأكثر استراتيجية والأكثر أهمية. الثوار يسعون للوصول إلى بلدة الراعي، وبالإضافة لبلدة صوران وبلدة احتيملات والبلدات المحيطة في تلك المناطق. والثوار أيضا البارحة سيطر على قرية التقلي، ولكن انسحبوا منها بعد انفجار عدة سيارات مفخخة، والثوار لم يستطيعوا البقاء فيها، ولكن إلى الآن محافظين على بلدة دوديان، والمعارك ستستمر ربما في الساعات القادمة أو في الأيام القادمة للتقدم نحو المناطق التي تقع في منطقة أهمية ولها استراتيجية. طيب، الجميع يعلم بأن بلدة دوديان هي كانت من البلدات التي يعتمد التنظيم عليها للحفاظ على بلدات أخرى. ماذا
عن المعارك أيضا، نود أن نعرف أيضا جديد المعارك بين الثوار وقوات النظام في المدينة، مدينة حلب، وخاصة على جبهة حي الشيخ مقصود. حي الشيخ مقصود هناك جبهة مع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية المنتمي إلى حزب البيكيكي ووحدات الحماية الكردية. هناك اشتباكات حيث يصد الثوار محاولات تقدم تلك الميليشيات نحو طريق الكاسيلو ونحو حي السكن الشبابي. الثوار الآن ملتزمين بالهدنة ولم يخرقوها، ولكن تلك الميليشيات هي من تخرق الهدنة، وبالإضافة للطائرات الروسية التي تقصف المنطقة هناك بأكثر من بالعديد من الغارات في الأيام السابقة وحتى في الساعات السابقة. فمعارك يصد الثوار فيها محاولة تقدم تلك الميليشيات، والميليشيات ترصد طريق كاسيلو ناريا وتستهدف السيارات في كل فترة. فهناك كان عدة إصابات وعدة شهداء في الأيام السابقة نتيجة استهداف الرشاشات الثقيلة وأيضا القناصات طريق كاسيلو الذي يعتبر طريق مدني وللمدنيين، وهو طريق حلب الوحيد والذي يصل بلدة كفر حمراء بمدينة حلب، وهذا الطريق الوحيد كما ذكرت. ماذا عن الوضع الإنساني في المدينة، في مدينة حلب، بعد أيام عن انقطاع المياه عن الأهالي هناك؟ بالعكس، الآن عادت المياه إلى مدينة حلب بعد انقطاع أكثر من 50 يوما. نعم. 50 يوما أهالي حلب لم تأتيهم المياه، وحتى الكهرباء قد عادت إلى أحياء المدينة بعد انقطاعها أكثر من 70 يوما. هذه الأيام في حلب يعيشون المدنيين فيها بحالة جيدة أكثر من السابق. القصف الروسي والقصف السوري أخف من السابق، وهناك حياة أكثر من السابق، هناك حركة للمدنيين في الشوارع، ولكن هناك عائلات في المخيمات في الريف الشمالي هي من تعاني حين سقطت الأمطار في الأيام السابقة. كان هناك اختلال لعدة خيم فزاد الوضع سوءا. الآن الوضع المأساوي في ريف حلب الشمالي وتحديدا في مخيم باب السلامة والمخيمات المحازية له، هناك لاجئون يعيشون حالات مأساوية في ظل صمت المجتمع الدولي ولا يقدم لهم شيئا، وحتى الحدود السورية التركية مغلقة منذ فترة، والحال نفسه في المخيمات القريبة من معبر باب الهوى. شكرا جزيلا لك بهاء الحلبي الناشط الإعلامي من حلب. معنا هاشم حاج بكري الناشط الإعلامي في ريف اللاذقية للحديث عن التطورات في اللاذقية. هاشم حاج بكري، أهلا بك. أين وصلت معارك الثوار مع قوات النظام في قرية كبانة بجبل الأكراد، وما درجة تقدم قوات النظام صوب هذه القرية الاستراتيجية؟ نعم، في الحقيقة شنت قوات النظام صباح اليوم هجوم على الثوار المتواجدين في منطقة الجبينة في جبل الأكراد، والتي تعتبر من أبرز مناطق ريف وقرى ريف اللاذقية بسبب ارتفاعها وإطلالها على عدد كبير من المناطق الهامة. طبعا حاولت قوات النظام أن تقدم والسيطرة على بعض هذه النقاط صباح اليوم، لكنها لم تتمكن ولم تستطع السيطرة على نقاط جديدة بسبب تصدي الثوار لهم وتجديدهم خسائر فادحة. طبعا محاولات النظام بدأتها منذ يومين، حيث حاولت يوم أمس التقدم في منطقة كلز في جبل التركمان، أيضا تم قتل 13 عنصر وجرح عدد آخر من العناصر المقتحمة، وانزحاب القوات وعدم تمكنها من تحقيق أي تقدم أو السيطرة على أي نقاط. قوات النظام تحاول في هذه الفترة من إحكام سيطرتها على باقي النقاط الهامة في ريف اللاذقية، لا سيما في جبلي الأكراد والتركمان، وبذلك تصبح قرى ريف اللاذقية تحت سيطرة قوات النظام بشكل شبه كامل بعد أن سيطرت على منطقة سلمى ومنطقة كسب وربيعة، والتي تعتبر من أبرز بلدات ريف اللاذقية الشمالي. حدثنا أيضا هاشم عن الأوضاع الإنسانية في مخيمات النازحين على الحدود. نعم، في الحقيقة أوضاع الناس كانوا يعتقدون بأن الهدنة سوف تؤمن لهم بعض الأمان والراحة، لكن في الحقيقة قوات النظام لم تلتزم في الهدنة واستمرت في قصف القرى والبلدات وحتى استهداف المناطق المدنية التي تخلو من المطارات العسكرية واستهداف المخيمات.
بالصواريخ والبراميل المتفجرة. التغيير الوحيد الذي حصل في فترة الهدنة هو توقف الطيران الحربي عن شن غارات على القرى والبلدات وأماكن تجمع المدنيين، لكن في الواقع هذا الأمر لم يدم طويلا، حيث قام الطيران الحربي اليوم بخسف بلدة الناجية بغارتين. تعتبر بلدة الناجية هي بلدة خالية من المقرات العسكرية، يوجد بها عدد قليل من المدنيين بسبب قصفها بشكل همجي من قوات النظام. تم استهدافها اليوم بعدد من القذائف والصواريخ بالإضافة إلى الطيران الحربي. طبعا معظم السكان والمدنيين في ريف اللاذقية هم نزحوا بالفعل بسبب الحملات العسكرية للنظام والمجازر التي ارتكبت بحقهم. عدد كبير توجه نحو الأراضي التركية وحاول الدخول إلى المناطق التركية عبر معبر اليمضية. نجح بعضهم بالوصول والبعض الآخر لم يستطع توجه إلى مناطق إدلب الحدودية، لا سيما خربة الجوز وعين البيضاء، حيث باتوا يسكنون في مخيمات على الشريط الحدودي بلصق الحدود التركية وعلى القرب من المخفر التركي الذي بات يستطيع مشاهدة خرق قوات النظام وتوثيقها من قبل الحدود التركية وليس من قبل الناشطين المتواجدون في الساحل فقط. شكرا جزيلا لك هاشم حاج بكري الناشط الإعلامي، كنت معنا من ريف اللاذقية. إلى دمشق، حيث أفاد ناشطون في منطقة المرج بريف دمشق الشرقي عن تقدم لقوات النظام على جبهة بلدة بالا. ووفقا للمصدر فإن النظام مهد للتقدم باستهداف بالا ومحيطها بعشرات الصواريخ من نوع زلزال، إضافة لقصف مدفعي عنيف. وفي الريف الغربي، خرقت قوات النظام وميليشيا حزب الله الهدنة المبرمة في الزبداني، وذلك بعد استهداف القناصة عددا من الشبان في المدينة، ما أدى لاستشهاد 3 على الأقل وإصابة آخرين. في غضون ذلك، دخلت في الساعات الماضية 21 شاحنة أو شاحنة مساعدات أممية إلى بلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، وتتألف القافلة من 16 شاحنة محملة بمواد غذائية متنوعة وخمس شاحنات محملة بمواد طبية. توجه 10 منها إلى بلدة حمورية و7 إلى جسرين و4 شاحنات إلى قرية بيت سوا. وأثناء دخول قافلة المساعدات الأممية إلى بلدة جسرين، خرج عدد من الأهالي في مظاهرة نادت بإسقاط النظام. هذه هي اللحظات الأولى لدخول سيارات الأمم المتحدة الغوطة الشرقية. طبعا اليوم دخل 21 سيارة إلى الغوطة الشرقية تحمل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية للغوطة الشرقية. هذه الدفعة الثالثة التي دخلت يعني تضمن 15 يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخيرا جاء الفتح الأممي إلى غوطة دمشق. أخيرا وبعد حصار 5 سنوات من قبل نظام الطاغية بشار الأسد، دخل الآن في هذا اليوم 21 سيارة معونات إلى غوطتنا المحاصرة. لم يصل إلى بلدة جسرين سوى 7 قافلات كما تشاهدون، لكن أن تأتي خيرا من أن لا تأتي. نتمنى من المجتمع الذي قتل أهل السوريين كثيرا أن يتابع مسيرته ويفك الحصار عن الغوطة المحاصرة وعن سوريا بشكل عام، وأن يريح هذا العالم من شبح بشار الأسد. الهدف ليس هو إدخال سلات إغاثية تكفي لبعضة أيام، الهدف كان فك الحصار، هو قرار مجلس الأمن فك الحصار عن كل المناطق المحاصرة وفتح الطرقات وإدخال كل المواد الغذائية والمواد التموينية للبلاد بدون أي شرط أو أي حصار أو أي شيء يؤثر على حاجة المواطنين. أما سلة غذاء تكفي لأسبوع أو أسبوعين، هي لا تسكر رمق الناس ولا تقوم بالحاجة اللي هي لازم تكون فيها. ونحن هذا القرار قرار مجلس الأمن، الأمم المتحدة بطالة قراره لا تلتزم فيه، لا الأمم المتحدة ولا روسيا ولا أمريكا. عم يضحكوا علينا، عم يتآمروا علينا، كان أمريكا ولا الغرب كلياته ولا روسيا ولا هذا لا يكفي.
الهدف والأساس هو رفع الحصار عن المناطق المحاصرة جميعاً، فتح جميع الطرقات. هذا الهدف اللي نحن قلنا بالهدنة فيه على هذا الأساس، وتشكيل حكومة انتقالية كاملة وإفراج عن المعتقلين كافة. معتقل واحد أفضل من كل سلات الإغاثة هاي. نحن ما عم ندور على سلة إغاثة، عم ندور على المعتقلين اللي هم كذا سنة بالسجون ما حدا بيعرف عنه شيء. وين حقوق الإنسان؟ وين الأمم المتحدة؟ وين المنظمات الدولية اللي هي عم تطالب بحقوق الإنسان؟ ناس إلى سنتين وأربع سنوات وخمس سنوات ما حدا بيعرف عنها شيء. هاي المنظمات لا تقوم بواجبها تجاه المواطن السوري. عن التطورات في دمشق معنا هادي المنجد مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. هادي أهلا بك، ما جديد التطورات اليوم في ريف دمشق وكيف تصف وتيرة تقدم قوات النظام على جبهة بالة بشكل خاص؟ نعم، مساء الخير لك راضية وللسادة المستمعين. بالفعل يعني قوات النظام كثفت قصفها على منطقة المرج ومنطقة بالة بالأمس، يعني بعد خروج الوفد الأممي الذي خلا يعني 21 سيارة إلى الغوطة الشرقية، توزعت إلى حموريا وجسرين وبيت سوا. تحمل هذه السيارات يعني والمعونات سلات إغاثية ومواد طبية. يعني سرعان ما خرجت اللجنة الأممية من الغوطة الشرقية، يعني سرعان ما بدأت قوات النظام بالقصف العنيف والمكثف على منطقة بالة. يعني سقط أكثر من 10 صواريخ على منطقة بالة، طبعا بالتزامن مع الاشتباكات العنيفة. قوات النظام سيطرت على نقطة وقطعت طريق يعني عدة بلدات في الغوطة الشرقية. نحن نتحدث عن كارثة إنسانية ستحل في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن بلدة دير العصافية، رزبدين، منطقة بالة، حرستة، القنطرة، بزينة، يعني حوش العرب وحوش الدوير. يعني جميع هذه المناطق هي الآن بحالة خطرة. طريق الغوطة الرئيسي أيضا يعني تقدمت قوات النظام من منطقة الفضائية وسيطرت على عدة مزارع شاهر. يعني جميع هذه الغوطة الشرقية يعرفون ما مدى خطورة هذه المزارع وإطلالتها على طريق الغوطة الرئيسي، يعني بين منطقة الفضائية ومنطقة بالة 400 متر. لكن هذه المحاولات المستميتة يعني لقوات نظام لاقتحام بالة يجعلنا نسأل، ما الذي تمثله بالة بالنسبة للنظام عسكريا واستراتيجيا برأيك؟ نعم بالفعل، يعني نتحدث عن منطقة بالة. يوجد في منطقة بالة كتيبة، وهذه الكتيبة يعني تطل على 10 مناطق. يعني قوات النظام لا تريد الدخول إلى بلدة دير العصافير، لا تريد الدخول إلى منطقة زبدين. يعني إذا دخلت على هذه المحاور يعني ربما سيأخذ معها إلى عمق الغوطة الشرقية وتحديدا إلى الطريق الرئيسي ربما أشهر. لكن قوات النظام يعني تقدمت من نولة إلى منطقة مرج السلطان إلى مطارها الرئيسي وسيطرت على الفضائية وبدأت يعني بمحاصرة فكي كماشة من منطقة بالة ومنطقة الفضائية، لفصل منطقة دير العصافير، لفصل منطقة زبدين، لفصل 10 مناطق. ربما يعني في الأيام السابقة إن لم تتوحد الفصائل العسكرية في تلك المنطقة، نحن أمام كارثة إنسانية في الغوطة الشرقية. نحن نتحدث عن 8000 شخص هم ربما في عداد الموتى، وربما هم في عداد المحاصرين، وربما يتمكنون من الخروج من هذه المنطقة إلى مناطق الغوطة الشرقية. يعني طيب، هذه المنطقة قوات النظام سيطرت على الفضائية وسيطرت على الكلية في منطقة بالقرب طبعا من منطقة الفضائية وقطعت الطريق. يعني الآن هو الطريق مقنوص ومستهدف بصواريخ الكونكورس، لكن قوات النظام يعني لا تطلق أي طلقة على هذا الطريق ربما لحين انتهاء الهدنة المبرمة في الغوطة الشرقية. نعم، يعني هناك خطر كبير. نسأل أيضا هادي عن الغوطة الشرقية وقوافل المساعدات التي دخلت مؤخرا بعض البلدات هناك، كم يعني ماذا في نوعية هذه المساعدات وردود فعل الأهالي بشأن ذلك؟ نعم، يعني دخلت عدة قوافل إنسانية إلى الغوطة الغربية. نحن نتحدث عن مضايا نحن نتحدث عن معظمية الشام، نتحدث عن بابيلة، نتحدث عن يلدة، جميع هذه المناطق. يعني هذه المناطق هي في هدنة قبل الهدنة
في سوريا، يعني لجان المصالحات طبعا أدخلوا هذه المواد الغذائية، تحمل يعني القليل من المواد الغذائية إلى تلك المنطقة. يعني نحن نتحدث عن ربما 20 سيارة أو 30 سيارة، وهذا لا يكفي حي في تلك المناطق. يعني المواد صحيحة جدا ولا يوجد مواد غذائية كافية لتلك المناطق. لكن اليوم يعني دعينا نتحدث عن المنطقة الغربية، يعني خان الشيح ومنطقة زاكية. اليوم أكثر من 30 برميل سقطوا على هذه المنطقة في خرق واضح من طائرات النظام المروحية على هذه المنطقة. هادي المنجد، نشكرك جزيلا مراسلنا، كنت معنا من ريف دمشق. قتل 12 عنصرا من وحدة حماية الشعب الكردية الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني في كمائن نصبها لهم عناصر من تنظيم الدولة في محيط مدينة الشداد بريف الحسكة. وأضافت مصادر ميدانية أن عناصر التنظيم أسروا عددا آخر من عناصر الوحدات خلال تلك الكمائن واقتادوهم إلى مدينة الميادين في ريف دير الزور. إلى ذلك أفاد ناشطون في ريف الحسكة الجنوبي عن الشبكات العنيفة تجري بين تنظيم الدولة والوحدة الكردية في محيط بلدة مرقدة وسط أنباء عن تقدم للأخير. كما أحرزت الوحدات الكردية تقدما في الجبهة الغربية لمنطقة جبل عبد العزيز بدعم من طائرات التحالف الدولي. في غضون ذلك انفجرت عبوة ناسفة في شارع القوتلي بمدينة القامشلي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى. معنا عبد الله الأحمد الناشط الإعلامي في ريف الحسكة. عبد الله، ما الجديد اليوم في ريف الحسكة؟ ما التطورات الآنية التي رصدتموها هناك؟ تحية شخصية عزيزة. نعم. عبد الله هل تسمعني؟ عبد الله الأحمد هل تسمعني؟ نعم أسمعك أختي. نود أن تطلعنا عن جديد التطورات اليوم عبد الله، ما هو الجديد هذا اليوم؟ تدور اشتباكات عنيفة منذ الصباح بين إذن يبدو أننا نواجه خللا فنيا في المصدر، في الصوت من المصدر من ريف الحسكة. عموما سنعود لعبد الله الأحمد حال جهوزية الصوت معه. إلى دير الزور، حيث قالت شبكة أخبار دير الزور إن الوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية سيطرت على منطقة العكلة التي تبعد 8 كيلومترات عن قرية أبو خشب، وهو ما يعني وصول الوحدات إلى أطراف ريف دير الزور الشمالي الغربي. من جانب آخر استشهدت طفلة وجرح عدد آخر في قصف جوي لطائرات العدوان الروسي استهدف حي الحميدية في مدينة دير الزور، ترافق مع قصف مدفعي للنظام استهدف قرى حميدة والجنينة والحصان. من جهته استهدف تنظيم الدولة بقذائف الهاون حيي الجورة والقصور الواقعين تحت سيطرة النظام. معنا عبود الصالح الناشط الإعلامي من دير الزور. عبود أهلا بك، ما التطورات الجديدة اليوم خاصة في بلدة أبو الظهور التي استهدفت وسقط فيها 20 مدنيا وأصيب آخرون؟ لم أسمع السؤال جيدا. نعم، بل في دير الزور عفوا، آخر التطورات في دير الزور. نعم، في الحقيقة سيطرت قوات سوريا الديمقراطية اليوم أيضا على قريتين قريبتين من تقريبا الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور. سيطرت القوات على العضلة وكذلك قرية الصالحية في ريف دير الزور الشمالي الغربي. هي حقيقة هي القرى تابعة لمحافظة الحسكة، لكن قوات سوريا الديمقراطية باتت على مقربة من الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور، باتت تبعد عن منطقة أبو خشب الاستراتيجية حقيقة أقل من 8 كيلومتر بعد أن سيطرت على قرية أم مدفع وكذلك الصالحية والعضلة. على الصعيد الآخر، شنت طائرات العدوان الروسي غارات جوية مكثفة على أحياء مدينة دير الزور. تعرض حي الحميدية وكذلك حي الحويقة لقصف جوي من طيران العدوان الروسي
على المدينة. لم يسر القصف الروسي حقيقة عن سقوط أي إصابات بين المدنيين، كذلك الاشتباكات المتواصلة ما بين تنظيم الدولة وقوات النظام في محيط منطقة البغالية القريبة من حيي الجورة والقصور. طبعا تنظيم الدولة قصف بقلاء سلهاون حي الجورة والقصور الخاضعين لسيطرة قوات النظام في المدينة، وهما آخر الأحياء التي يسيطر عليها النظام في مدينة دير الزور. أسفر قصف التنظيم عن سقوط 10 شهداء من المدنيين وهم موثقين بالاسم. أيضا هنالك أكثر من 15 جريح نتيجة جراء قصف التنظيم على حيي الجورة والقصور. كذلك الاشتباكات ما زالت مستمرة ما بين تنظيم الدولة وقوات النظام في محيط مطار دير الزور العسكري، وسط قصف مدفعي وصاروخي على القرى المحيطة بالمطار والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة. نعم عبود، لو تعطينا يعني فكرة عن منطقة العكلة التي سيطرت عليها الوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، ما الذي يعني هل لها خصوصية عسكرية معينة؟ نعم، في الحقيقة قرية العقلة وكذلك قريتي أم مدفع والصالحية التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية تقع في القرب من بلدة مرقدة، آخر معاقل تنظيم الدولة في ريف الحشكة الجنوبي. لكن هذه القرى تقع على مقربة من منطقة أبو خشب التابعة إداريا لمحافظة دير الزور والتي خاضعة إلى الآن لسيطرة تنظيم الدولة. طبعا قوات سوريا الديمقراطية تسعى للسيطرة على بلدة مرقدة آخر معاقل التنظيم في ريف الحشكة الجنوبي بغطاء جوي من طيران التحالف الدولي. لكن المعارك متركزة ما بين تنظيم الدولة وكذلك قوات سوريا الديمقراطية في محيط بلدة مرقدة والقرى الصغيرة القريبة منها. طبعا قوات سوريا الديمقراطية لم تتجه أو تتقدم باتجاه منطقة أبو خشب، لربما هي تريد فرض حصار على منطقة مرقدة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة. إلى الآن لا يوجد أي تقدم لقوات سوريا الديمقراطية نحو الحدود الإدارية لقرى دير الزور. المعارك كما ذكرت التي هي في محيط منطقة مرقدة التابعة لريف الحشكة الجنوبي. نعم، شكرا جزيلا لك عبود صالح الناشط الإعلامي، كنت معنا من دير الزور. ونعود إلى الحسكة وتطورات ريف الحسكة مع عبد الله الأحمد الناشط الإعلامي من هناك. عبد الله، ما الجديد في ريف الحسكة هذا اليوم؟ تدور اشتباكات عنيفة منذ الصباح اليوم بين تنظيم داعش والوحدات الكردية في محيط بلدة المرقدة، تزامن دعم من قبل طيران التحالف للوحدات الكردية. أيضا هناك اشتباكات عنيفة منذ الصباح في محيط قرية النكمان بريف جبل عبد العزيز. تنظيم داعش بدأ باستخدام السيارات المفخخة، استهدف بثلاث سيارات مفخخة، واحدة منها استهدفت قرية النكمان والأخرى استهدفت محيط بلدة الشدادي، والثالثة استهدفت الطريق الواصل بين دير الزور الحسكة. أيضا منذ ساعات استهدف تنظيم داعش أيضا بسيارة رابعة محيط بلدة الشدادي. الآن سقط أكثر من 21 عنصر من الوحدات الكردية، قتلوا بالسيارات المفخخة وهناك عشرات الجرحى. أيضا تدور اشتباكات متقطعة بريف تل أبراك بالريف الغربي لتل أبراك. انفجرت أيضا عبوة قنبلة صوتية في شارع وكلي بالقامشلي، أدت إلى جرح 5 مدنيين وهم الآن في مشفى في الوطني في القامشلي. طيب كيف تصف عبد الله وتيرة تقدم تنظيم الدولة في بلدة مرقدة والاشتباكات هناك مع الوحدات الكردية، إلى أين وصلت؟ الآن هناك تقدم للوحدات الكردية، تقدم ملحوظ، لكن إلى الآن لم يستطيعوا دخول بلدة المرقدة. تنظيم داعش استخدم من ريف دير الزور تعديلات كبيرة. أيضا منذ الصباح وطيران التحالف يستهدف محيط بلدة المرقدة والمركز الرئيسي للبلدة بأكثر من 12 غارة. إلى الآن استهدفت مواقع للتنظيم، راح ضحية هذا القصف عدد من عناصر تنظيم داعش وهناك جرحى كثر في صفوف التنظيم. تقدم ملحوظ للوحدات الكردية على أطراف بلدة المرقدة في الدشيشة وقرية جنا، ولكن إلى الآن لم يستطيعوا دخول بلدة المرقدة. فالتنظيم يتحصن في البلدة بعد أن حفر بها خنادق وزرع الألغام في محيط بلدة المرقدة.
في عجالة حدثنا أيضا عن مدينة القامشلي وجديد التطورات هناك، ورد أن عبوة ناسفة انفجرت في شارع القوتلي، هل من تطورات جديدة في الساعات الأخيرة؟ نعم أختي الكريمة، انفجرت قنبلة صوتية زرعت أمام أحد الحدائق في شارع القوتلي بريف بمدينة القامشلي، أدت إلى جرح أكثر من 6 أشخاص مدنيين لا علاقة لهم بأي فصيل، لكن إلى الآن لم يتبنى أحد هذه العملية نهائيا. قوات السوتورو وهي المسؤولة عن اتهمت الوحدات الكردية بأنها هي المسؤولة عن تلك التفجيرات. نعم، نشكرك جزيلا على هذه المعلومات. عبد الله الأحمد الناشط الإعلامي كنت معنا من ريف الحسكة. أعلن جيش أسود الشرقية التابع للجيش الحر عن تمكنه من السيطرة على سرية الوعر إلى الشمال من معبر التنف الحدودي مع العراق بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة. وعرض الجيش على موقعه صورة للسرية بعد السيطرة عليها، مشيرا إلى أنها تبعد عن معبر التنف الحدودي قرابة 100 كيلومتر في بادية حمص، إضافة لقربها من محطة تي 2 التابعة لحقل الكم النفطي في بادية دير الزور. الله أكبر، عزة الله. معنا بيبرس التلاوي الناشط الإعلامي من ريف حمص، أهلا بك بيبرس، ما الجديد اليوم في ريف حمص؟ هل من تطورات آنية رصدت هناك الآن؟ تحية لك لجميع المشاهدين الكرام، أهلا بك. المعارك مستمرة ما بين جيش أسود الشرقية مع مقاتلو تنظيم الدولة بالقرب من سرية الوعر بعد تقدم مقاتلو جيش أسود الشرقية على حساب التنظيم في المنطقة. الاشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا من كلا الطرفين، وهو تقدم جديد وملحوظ لهذا الفصيل في المنطقة بعدما أن التنظيم هو الذي يهيمن على تلك المساحات الواسعة والتي فاض سيطرته عليها منذ وقت سابق. نعم. خلال الأسبوع الماضي أيضا كان يوجد عمل عسكري للجيش الحر عندما دخلوا من الأراضي الأردنية من جهة منطقة محروقة باتجاه معبر التنف الذي كانوا يخططوا للسيطرة على المعبر وطرد مقاتلو التنظيم، استطاعوا أن يتقدموا شكلا ما باتجاه معبر التنف، وقد دارت اشتباكات تصادم كبير بين مقاتلو التنظيم مع الجيش الحر في المنطقة، وخلال ساعات استطاع مقاتلو المعبر أن يتقدم على حساب التنظيم في معبر التنف، ولكن لم يبقى هذا الأمر لوقت طويل سوى أن التنظيم استعان بتعزيزات عسكرية من دير الزور من الرقة من تدمر، هذا ما ساعده إلى استرجاع السيطرة بالكامل على جميع المساحات القريبة والتي خضع تحت سيطرة المعارضة الحرة بالقرب من معبر التنف. عندما نتحدث نحن عن شكل ما أخذ ورد ما بين القوات المعارضة والجيش الحر مع مقاتلات تنظيم هذا في الحدود العراقية، أما في المنطقة الوسطى نتحدث أيضا عن تقدم مقاتلات تنظيم الدولة من منطقة مهين باتجاه الطريق الواصل ما بين مهين والقريتين، فمقاتلو التنظيم بدأ يتوغل في الحي الشرقي لبلدة مهين. السيطرة الكاملة للتنظيم هو في منطقة القريتين، وهي تعتبر خط دفاع أول باتجاه الحدث، منطقة الحدث باتجاه منطقة حوارين باتجاه بلدة مهين. هذه 3 مناطق بالكامل تحت سيطرة النظام، وبدأ التنظيم يتوغل من طريق الواصل ما بين القريتين ومهين باتجاه الحي الشرقي لبلدة مهين. بلدة مهين بالكامل كما ذكرت تحت سيطرة قوات النظام، ومن خلال النظام كان يحاول أكثر من مرة أن يفرض هيمنته ويشن هجوم موسع على منطقة القريتين، فشل النظام سابقا بجميع محاولات برغم من التصعيد العسكري الكبير مختلف ميليشيات التي تقاتمه على أرض الدفاع الوطني لجان الشعبية حزب الله وميليشيات أخرى، بالإضافة للطيران الروسي الذي لا يكاد توقف ويشن غاراته الجوية على محيط القريتين. فإذا يوجد تقدم جديد لمقاتلو التنظيم باتجاه مهين، هم يتوغلوا في الحي الشرقي، بالإضافة إلى توغل جديد أيضا لمقاتلو التنظيم في الطريق الواصل ما بين حمص السلمية. فلذلك كما نشاهد نحن أن النظام بدأ شكلا ما ينهار أمام صمود وتوغل التنظيم في المنطقة الشرقية لحمص
كما نتحدث ان جزء من ريف حما الشرقي هو يستطيع التنقل بالداخل التنظيم بكل اريحيه، المنطقه الشرقيه لحمص ايضا بالكامل شكلا ما نتحدث تحصل فرط التنظيم يتنقل من مكان الى اخر، لذلك ريف حما الشرقي ريف حمص الشرقي الرقه جزء من دير ريزور باتجاه الحدود العراقيه السوريه مساحه واسعه جدا، ومن خلالها يستطيع التنظيم ان يصد لاي هجوم يتوجه اليه ان كان من قبل الجيش الحر وان كان ايضا من قبل قوات النظام. شكرا جزيلا لك بيبر ستلاوي الناشط الاعلامي من ريف حمص. استشهد 20 مدنيا وأصيب أكثر من 40 آخرين في بلدة أبو الظهور بريف إدلب الشرقي جراء شن طيران النظام الحربي 3 غارات جوية بالصواريخ الفراغية استهدفت سوقا شعبية وسط البلدة ومحطة للوقود على أطرافها بالقرب من مطار أبو الظهور، ما تسبب بنشوب حرائق ضخمة ليستهدف على إثرها الطيران المروحي ببرميلين متفجرين مكان قصف الطيران الحربي. أخرى عاد السوريون ليخرجوا في مظاهرات عمت معظم المحافظات السورية للمطالبة بإسقاط النظام والتأكيد على استمرارية الثورة. Yeah.
الشباب لن يكن لهم أن يستقل أو يمين أو يمين. نستقي من الرجاء ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا مجدنا دليل موطني. قام الدفاع المدني في ريف دمشق احتفالا للأطفال بهدف إخراجهم من أجواء الحرب التي لاحقتهم على مدار السنوات الماضية. هادي المنجد والتفاصيل. فرحة غامرة تملأ عيون الصغار ولو للحظات. هذه اللحظات هي ما تصبو إليه حملة توعية الأطفال ودعمهم النفسي التي أطلقها رجال القبعات البيض في الغوطة الشرقية لتساهم بزيادة الوعي لدى الأطفال. هلأ حاليا نحن عم نقوم بهي الحملة لطلاب المدارس وللأطفال يلي هن بأمس الحاجة للتوعية بأمس الحاجة للدعم النفسي. مثل ما بتعرفوا الحملات الهمجية عم تقوم على الخوطة الشرقية وعلى المناطق فعم تقوم بشكل مكثف جدا. فنحن عنا برنامج توعية للأطفال، تعامل مع القنابل، تعامل كيفية استدراج الأطفال لنواحي سلمية بقدر المستطاع من المركز التدريب والتطوير التابع للدفاع المدني بريف دمشقي. وهلأ عم نحاول نقوم بعدة حفلات للدعم النفسي من ضمن هذه الحملة. هذه الحملة التي قام بها الدفاع المدني تهدف لتوعية الأطفال حول إجراءات السلامة والتصرفات الصحية في حالات الخطر، بالإضافة إلى دعمهم نفسيا وجسديا لحملهم على تجاوز ضغوطات الحرب من خلال مسابقات صغيرة وحفلات ترفيهية تحفز الطفل على ترسيخ المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة. هاي الحفلة عملناها بالتشارك مع الدفاع المدني لتوعية الأطفال
بالأوقات اللي بيصير فيها قصف طيران قذائف أي شيء، كيف يتعامل الطفل مع هيك حالة ما يتجمع بمكان القصف أو الضرب حتى ما يتأذى. فنحن كثير بنشكرهم على هذا الموقف اللي هنا وقفوا معنا فيه وساندونا حتى يوعوا أطفالنا مشان ما يتضرروا إن مرة ثانية إنه صار قصف قدام عينهم ما يتجمعوا. كثيرة هي حملات دعم الأطفال في الغوطة، ولكن هذه الحملة هي الأكثر شمولا نظرا لما سبقها من جولات تعريفية على المدارس ونشر مرسقات توضح أهداف الحملة لضمان أكبر قدر من الاستفادة. لم يقتصر عمل الدفاع المدني على إنقاذ أرواح المدنيين في الريف الدمشقي، بل تعداه إلى الدعم النفسي لهؤلاء الأطفال لإخراجهم من جو الحرب الذي عاشوه نفسيا وجسديا. هذه المجد أورينت نيوز، غوطة دمشق. كشف موقع مرآة سوريا عن عدد من الوثائق المسربة تتحدث عن مجموعة للنظام يطلق عليها فريق عطاء حمص، مؤلفة من 82 متطوعا بينهم 49 فتاة، وهدفها الأساس تقديم خدمات ترفيهية متنوعة لأكثر من 1300 جندي روسي يتواجدون في معسكر ابن الهيثم بمدينة حمص. فكرتنا أنه نقدم صورة حلوة عن بنات بلدنا. يبدو أن الصورة تلك وصلت للمجندين الروس في غربتهم بعد توافد المتطوعات من قرى الساحل وأحياء حمص الموالية للترفيه عن المرتزقة الروس في مطار حميميم العسكري ومعسكر ابن الهيثم في حمص. فنظام الأسد الذي باع سوريا للمرتزقة من روسيا وإيران ليس غريبا عليه بيع نسائه، بل على العكس يجد مؤيدوه وشبيحاته متعة متبادلة في خدماتهم تلك، فذاك يقصف ويدمر وهن يستعرضن مواهب تبقي الأسد على كرسيه ضمن مسمى عطاء حمص. يكشف موقع مرآة سوريا عبر وثائق مسربة عن مجموعة سرية يطلق عليها عطاء حمص، مؤلفة من شبيحات معظمهن من الطائفة العلوية، هدفها تقديم خدمات ترفيهية لنحو 1300 جندي روسي بينهم 54 ضابطا يتواجدون حاليا في معسكر ابن الهيثم بمدينة حمص. وتحوي لجنة عطاء حمص وفقا للوثائق 82 متطوعا بينهم 49 فتاة يشترط فيهن أعمار وأجسام معينة تتناسب ورغبة الجنود الروس. ويشرف على اللجنة تلك رئيف النقيري بتوجيه من ريبار روستوم ضابط في المخابرات الجوية الذي يقدم بدوره كافة الدعم المادي والحماية والنقل للمجموعة. وتشير وثيقة بعنوان تقرير النشاط الثالث عن حفلة الراقصة أعجبت الجنود الروس في أوائل 2016، وتتحدث وثيقة ثانية عن زيارة المتطوعات لمهاجع الجنود الروس ليلا، فيما كشفت إحدى المراسلات بين رئيف وضابط الجوية عن مطالبات ملحة من بنات الفريق لتأمين رعاية صحية لهن، ومقترحا التعاقد مع طبيبة نسائية مختصة، وخاتما رسالته بأهمية الأمر. في ختام جولتنا الميدانية لهذا اليوم، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. معارك كر وفر بين الميليشيات الشيعية وجبهة النصرة في محيط بلدة العيس والتلال المحيطة بها. قصف طيران حربي على بلدة شافونية. قوات النظام تقتحم نقاطا في بلدة بالا بالتزامن مع وصول مساعدات إلى مناطق في الغوطة الشرقية. قتلى وأسرى في صفوف الوحدات الكردية في كمائن لتنظيم الدولة بمحيط الشداد في ريف الحسكة. تابعونا دائما على موقعنا الإلكتروني orient-news.net. إلى اللقاء.